على غرار الممارسات الخبيثة التي تعتمدها في الآونة الأخيرة الأطراف الحاقدة على الجزائر بسبب ثباتها على مواقفها وقرارها السيد ومسانداتها للقضية العادلة في العالم. وفي هذا الصدد بالذات ومن أجل كسب مختلف الرهانات التنموية التي بشرتها بلادنا تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، فإنه يتعين تضافر جهود كافة الفاعلين الوطنيين من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والنخب والمواطنين بكل فئاتهم من أجل تعزيز الاستقرار النسقي للدولة والتصدي بكل فعالية ونجاعة لمختلف العدائيات المحتملة. السلام عليكم جميعا، أنتم تعلمون ونحن لا نعمل، أنتم تعلمون ولا تعلمون، نحن نعملون ولا نعلم. أصدقائي وأحبابي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي واحتراماتي لكم، طبتم أينما كنتم وطابت أوقاتكم. كبسولة جديدة من حكاوي. معروف لدى الدنيا كلها إن أي أحد بيتحدث دائما عن عناصر النقص اللي بيعاني منها، يعني تلاقيه بالآخر كده السفيه ينطق بما فيه، تلاقيه عشان ملوش شخصية يقعد يتكلم ويقول ده أنا عملت وقلت وخدت قرار فيه وهو كذاب أصلا. معاناة بيعاني بحال دويلة الجزائر، لما دايما يتكلموا احنا قوة ضاربة في عمق البطيخة، طبعا دليل على انهم ولا شيء. لما يقولوا دايما يتداولوا الحديث عن السيادة، سيادة الدولة، عشان ما هماش أصحاب قرار فيها. لما بيتكلموا يقولوا إحنا أقوى دولة في المنطقة، ما هم حاسين إن هم مفيش. فدايما تلاقيهم بيتداولوا يعني حاجات هم حاسين فيها بالنقص فيبدأوا يتكلموا فيها كتير، قال يعني هم كده بقى إيه، بيوضحوا للدنيا إن هم ما عندهمش عوام النقص، مع إن الدافع الوحيد للحديث عن هذا الكلام هو الإحساس بافتقاده أو بالنقص، عوامل النقص اللي هم عايشين فيها. يعني أنا ما بسمعش سيادة مصر مثلا إلا لما بيجي وزير يقسم يمين وأن أحافظ على سيادة البلاد أو الوطن وسلامة أراضي، لكن عمرنا ما اتكلمنا عن سيادة مصر. عمر المملكة المغربية الشريفة ما اتكلمت على سيادة المغرب، ما حدش بيتكلم في الحاجات دي لانها معروفة مش محتاجة كلام. اللي بيتكلم فيها هو اللي بيفتقدها للأسف. مؤخرا خرجة من الخرجات الهبلة الدليل على النقص اللي هم عايشين فيه، فشكريحة فندي بتاع وزارة الدفاع بتاعتهم طلع يقول احنا نتيجة، زي ما حضراتكم سمعتوا كده، ده جزء من الفيديو، الفيديو طويل يعني، ده جزء منه، احنا نتيجة ان احنا لنا سيادة، نتيجة ان احنا اصحاب قرار، نتيجة ان احنا لنا مواقف ثابتة، نتيجة ان احنا بنقف جنب الدول اللي مش عارف مستعمرة ولا اللي معرفش ايه، الشعوب المقهورة والحاجات دي، احنا بنتعرض لحرب عقول. وطبعا هو هنا بيقصد المغرب الشريف، المملكة المغربية الشريف. ماشي، طب هو في سؤال يا عم فشكريح، انت يا لولبي يا خزعبلي يا حلو، في سؤال بس،
هو انت عارف يعني ايه حرب عقول اصلا؟ انت فاهم المعنى يعني؟ فاهم معنى حرب العقول؟ ولا انت طالع كاتب لك كلمتين طالع تبخهم في وش الناس اللي قاعدين وكفى الله المؤمنين شر القتال يعني؟ يعني انتوا الدولة اللي صاحبة سيادة واحنا الدولة اللي بنناصر الشعوب اللي مش عارف ايه، واحنا الدولة صاحبة القرار، واحنا يا عم انتوا، هو انتوا حد قال لكم حاجة؟ انت بتقول الكلام ده ليه؟ عشان انت حاسس بالنقص، مالهاش معنى تاني يعني. انتوا حاسين بالنقص، زي ما يطلع فاكرين عبد المجيد الأفة يقول ايه، ونتعامل الند بالند على اساس الاحترام. هو انت لو بتتعامل كده هتقول الكلام ده؟ ما انتش محتاج تقوله، لكن عشان انتوا حاسين ان انتوا بتاخدوا على قفاكوا فعمالين تقولوا الكلام ده. الند بالند، احنا اصحاب قرار يا عم. ند بالند ايه؟ كان بيتكلم عن فرنسا يا جماعه، ويقول ايه، على ان نتعامل الند بالند. الند بالند مين يا عم؟ انت لو حاسس انك بتتعامل الند بالند، ما انتش حاسس انك بتاخد بالجزم على قفاك، ما كنتش هتقول الكلام ده، ملوش لازمه اساسا يعني، ملوش لازمه يعني. انا لما اكون حاسس ان انا كبير والناس بتحترمني، مفيش داعي ان انا كل شويه اقعد اقول انا كبير، الناس بتحترمني. اقولها امتى؟ لو انا حاسس بالنقص، حاسس ان انا الا كده ومحدش معبرني في الجزمه، اقعد اقول انا كبير، ما حت الناس كلها بتحترمني، ما هي كده. فهم عشان حاسين الاحاسيس المنيله ب 15000 مليار نيله دي، حاسين انهم منبوذين، حاسين انهم عاملين زي الكلب الجربان اللي محدش معبره في الجزمه، عمالين يرطوا في هذا الكلام. فاخيرا الخرجه دي بيقول احنا بنتعرض لحرب عقول. افهمك يعني ايه حرب عقول ايها الجاهل؟ حرب العقول يا اخواني هي ان تتوجه برسائل معينه لعقليات معينه لتمحو تاثير افكار قديمه وغرس افكار جديده. هي دي حرب العقول، بيتم فيها استخدام كل انواع اختراق العقل، من اهمها دلوقتي في الوقت الحالي وسائل التواصل الاجتماعي. هو ده اللي يقصده في الشريحه بالظبط، هو ده اللي يقصده. لكن مين حاططكم في دماغه اصلا عشان يحاربكم حرب عقول؟ ده انتوا اللي بتحاربوا شعبكم هذا النوع من الحرب، او هذه النوعيه من الحروب. انتوا اللي عمالين تعيشوهم في اوهام، يعني مخلين عقلهم في حته تانية غير الواقع اللي هم عايشين فيه. غيبتوهم، انتوا غيبتوا هذا الشعب، انتوا قوه ضاربه على العين والراس، في عمق البطيخة، في عمق الكرومبة، في عمق الزفت، على دماغكم، مش موضوعنا. انتوا عمالين تقولوا نحن قوة ضاربة، العالم ما يمشيش الا بقرار من دولة القرقوبي، احنا مؤثرين في المنطقة، احنا اقوى دولة في المنطقة، احنا اللي رفعنا علم مش عارف مين فوق السحاب، احنا اللي عملنا، على العين والراس. قد كل قرف قرفتونا، ماشي. تعالوا نطبق ده على ارض الواقع. ولايات كاملة بتقعد بالشهور ما عندهاش مية، هي دي القوة الضاربة؟ هي دي القوة الضاربة؟ المواطن ما بيلاقيش مية يشرب، ما بيلاقيش مية يستحمى، ما بيلاقيش مية يستخدمها عفاكم الله في حمامه يعني، ما فيش مية حتى في الحمامات أعزكم الله. ده حاجة كده. دولة الغاز الناس بتعاني، ما فيهاش غاز، ما عندهمش غاز ولا كهرباء ولا زيت ولا عدس ولا لوبيا ولا حليب. لما تطلع تقول انا هحلي مياه البحر مليار و300 مليون لتر مكعب في اليوم، يبقى انت مش بتحارب، مش حرب عقول، ده انت بتاكل العقول، بتاكلها. يعني معنى كده انه هيجفف لنا البحار والمحيطات في ظرف سنه مثلا. لما تطلع تقول انا هزرع الحليب، بودره الحليب، تبقى بتنتهك حرمه العقول. لما تطلع تقول احنا خامس دوله في السياحة على مستوى العالم،
والأولى على مستوى الوطن العربي برضو تبقى بتنتهك العقول. لما يطلع وزير السياحة بتاعك يقول احنا استقبلنا السنة دي 300 مليون سائح، يبقى انت بتهبل في العقول. لما تقعد تقول احنا احسن منظومة صحة في المنطقة، احنا الاولى في مش عارف ايه، احنا اصحاب تاريخ، احنا اصحاب حضارة وكلها مسروقة من الدول المجاورة بتاعتكو، احنا قارة، احنا كوكب، تبقى انت بتغزو عقول شعبك، بتغيبهم. مين اللي بيحارب مين؟ حرب عقول. لحد اللحظة اللي احنا فيها دي كل النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي اللي بيتعرضوا لدويلة الجزائر هم مدافعين وليسوا هجوميين. محدش فينا بيهاجمها، محدش فينا بيهاجمها، احنا بندافع عن وضعية المنطقة، بندافع عن حقوق المنطقة اللي بتنتهكها هذه الدول. لما انا اعرف واقرأ التاريخ واعرف ان المغرب صاحب حق في صحرائه، وهذا الانتهاك حصل من دولة الجزائر وهذه العصابة الإرهابية عصابة البوليزاريو من صناعة الجزائر، دويلة الجزائر نكاية في المغرب الشريف ورغبة في تقسيم أراضيه، يبقى لازم أقف ودافع وأقول كلمة الحق. لما أعرف أن دويلة الجزائر بتسرق تاريخ المملكة المغربية الشريفة وبتسرق تاريخ مصر، يبقى لازم أقف ودافع. محدش فينا هاجمكم، محدش فينا حاول يخرب عقولكم، محدش فينا خط حرب عقول معاكم، بالعكس انتوا اللي بتحاولوا يعني اقول ايه، بس تتخطوا حاجز العقول للدنيا كلها. لكن للاسف انتوا مش مدركين ان انتوا بتحاولوا مع ناس افهم منكم اعلم منكم، وبالتالي لن يكون لكم تأثير. نجحتوا فعلا، نظام القرقوبي نجح في انه يغزو عقول شعبه، نجح ان هو ينظف عقولهم من اي شيء ويحطه يزرع فيهم الافكار اللي هو عايزها، لكنه فشل في انه يغزو عقول اي حد خارج تلك البقعة وهي بقعة دويلة الجزائر. فوق يا عم فشكريحة، ولما تتكلم عن حاجة يا ريتك تبقى فاهم، بس انت هتفهم منين؟ انتوا ربنا كفيكوا شر الفهم وشر العقل وكل الحاجات. انتوا اللي طلعوا يقولوا جبل طبقال اتسرق مننا، واللي اهرامات خدناها منهم، وبرج ايفل بتاعنا، ومش عارف اهل الكهف كانوا عندنا، واحنا سيدنا ادم نزل عندهم، وسيدنا نوح قرئ عندهم، وقال بتاع مش عارف ايه عندهم، والكعبة الحقيقية عندهم. يعني احنا اللي حاربناكم وقلنا لكم قولوا كده، احنا اللي قلنا لكم قولوا كده، يعني ده انتوا ما شاء الله عليكم جايين لنا ما فيش عقول اساسا عشان حتى تتحارب. يعني انا حاربكم بايه؟ وانتوا هو في عقول عندكم عشان نحاربكم ولا عشان المغرب يحاربكم؟ كل قرف قرفتونا الله يعمر، ده انتوا مقرفين اعوذ بالله، بنقاء والله العظيم بنقاء. كل التحية والتقدير والاحترام لكم، سعدت بكم وسعدت بوجودي معكم، طبتم أينما كنتم وطابت أوقاتكم، عاشت مصر وعاش المغرب، ولا عاش أبدا من عادهما ولا خانهما. وحفظل أقول يا بتوع العقول، الصحراء مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، رغم كيد كل كائد وحقد كل حاقد، وموتوا بغيظكم وبعقولكم أيها القراقبة أحفاد فرنسا وتركيا. تحياتي واحتراماتي للجميع، أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.